دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصيام؟ كي كيدوزو نهاراتكم مزيان؟ كلشي بخير؟ كي شي عطش؟ شي جوع؟ شي صلاة؟ شي صيام؟ شي تراويح؟ شي عبادات؟ اللهم بلغ لنا رمضان ان شاء الله بحول الله، ويا ربي تدخلوا علينا بالصحة والعافية، والله يجعلنا مخاتم القرآن ان شاء الله بحول الله. المهم هذا النهار غادي ندير معكم واحد العصير ساهل وبنين وصحي واقتصادي كالعادة. أنا مع الوساطة الاقتصادية. اسمحوا لي، هاد العصير غادي نحتاجو ليه واحد تقريبا، أنا عندي الفريز مجمد البنات، كنت ديجا وجدت داك الاستعداد ديال رمضان، ما غنبقاش نعاود لكم ديما القناة وكذا وهذا، المهم ما كتبش نوريكم داك الشيء كامل. المهم دابا عندنا الفريز تقريبا واحد الرابعة ديال الفريز، راه عبرت هاد الشركة 250 غرام ديال الفريز. هذا عندك في الرجسطري استعمليه ماشي مشكل. عندنا ثلاثة ديال الحبات ديال الباربا، واحد لترو ديال الليمون معصر، ودانونة ديال الفاني، وخلاص السكر حسب الذوق، والخلاط الكهربائي. هذه شي حاجة اللي هي ضرورية. المهم غادي نديرو الباربا ديالنا، غادي نديرو الفريز. سمحوا لي البنات هذه طاحت. نديرو دانونا، كيجي زوين منعش وصحي. وغادي نبداو بالليمون، غنديرو القياس اللي نطحنو فيه، وعاد نزيدو السكر بالطبع. هنا تقريبا عندي شي 3 د المعلقات، المهم شتو السكر كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو، كاين اللي كيبغي مساسة وكاين اللي كيبغي الحلاوة. بيني وبينكم البنات انا كنبغي العصير حلو. البنات انا غادي نستمر هكايا في الطحين ديالو، غادي نطحنو، من بعد غادي نزيد عليه هاد الليمون هذا، وغادي نوري لكم كيفاش جزا. ومرافقة لهاد العصير غادي نقدم لكم واحد الشلاضة اللي حتى هي صحية. بيني وبينكم انا كنديرها في الفطور، كتعجبني نديرها في الفطور لانها منعشة، واش غادي نقول لكم، وكتشبع وصحية. وانا صراحة كنبغي نعتمد في رمضان على الخضر بزاف، نتعبدو شوية على اللحوم. يلا المهم هذا كان هو العصير ديالي، وان شاء الله انا غادي نطحنو ونوريكم كيفاش جا، ونوريكم المقادير ديال الشلاضه اللي غنوجد ان شاء الله. انا رجعت لكم بعد ما طحنت العصير ديالي، درتو في القراعي، درتو في الثلاجه باش يبرد مزيان، وجيت باش نقدم لكم الشلاضه اللي غادي نديرها مع داك العصير. الشلاضه غنحتاجو لها، درت واحد الربعه ديال الرز سلقتو بشويه ديال المليحه، خلاص وراكم عارفين طريقه تسليق الرز، رز الشلاضه. عندي البيض مسلوق نتوما على حساب الافراد، عندي الباربا خضراء محكوكه ماشي مسلوقه، خضراء، عندي خزو خضر محكوك جوليان حتى هو، عندي شويه ديال الكاشير هادشي اختياري محكوك جوليان، الزيتون المحمض اللي ما بغاش ما يديروش هكا المقطع، عندي طويصه ديال الذره انتوما البنات خليتها في طاستها، عندي طويصه ديال الطون، عندي شويه البزار، بطاطا مسلوقه مربعات، هذه صراحه راني مفورتها مفوره هذه البطاطا، عندنا الكاتشوب حتى هي اختياريه، والمايونيز خليته في هذه، تعمدت انني نخليه هنا، عقلت راني في الفيديو السابق وريتكم الاله العجيبه اللي كنستعمل للطحين وكلشي، كنصاوب بها حتى المايونيز. البنات انا كندير المايونيز في الدار، ودابا نحط لكم الوصفه ديالو ان شاء الله، كيعجبني نديرو في الدار، كنعرف راسي شنو كناكل وهذا. المهم غنبداو، اول حاجه غنصاوبو الرز، نديرو فيه سمعي بنتي اش كدير، ندير واحد الكميه نيت ديال، ما غندير حتى شي حاجه اخرى من غير هذا، وشويه ديال البزار، وغادي نخلطو مزيان هذا الرز مع هذا المايونيز، غنزيد له الذره، وغادي نزيد له الطون بالزويته ديالو، حيت ما غنستعمل حتى شي زيت الطون، غنخلي الزيت ديال الطون باش كتجي مبلله. غادي نخلط مزيان هذا الرز هكا مع الطون، وغادي نجيب نزيد له واحد شويه ديال، غنزيد له واحد شي شويه ديال المايونيز. شوف البنات هكا ملي كديروا المايونيز في الدار كتبقاو ديروا الكميه اللي بغيتو، ما كتبقاوش غير معافي ديك القرعه اللي كيتباعوا الناس فيهم شويه. المهم هذا الرز ها هو دا واجد. البطاطا
البطاطا ديالنا البنات غادي نديرو لها نفس الطريقه، غنديرو لها شي شويش ديال البزار، وغادي نديرو لها المايونيز. غادي نحاول نستعمل، بس انا قلت لكم كنعجبني نستعمل يدي كتعاوني بزاف. هادي طاحت نحيدوها لهنا، عرفتوش كنبقى نخدم مزروبة البنات بحال لي راني كثرت فيها البزار، نقصو البنات شوية البزار، ولي عندها بزار البيض تستعملو حسن. صافي ها هي دي واجدة البطيطة ديالنا، غادي نغسل يديا نحيد هادشي اللي مبقاتش نحتاجه، وغادي نرجع ليكم. ثم البنات غادي ناخذ واحد السليفه اللي غادي نمضي فيها، غادي ندير قد بصلات. انا غنوريكم غير طبيصه الواحد كيفاش غادي نقدم حتى نكمل الشيء الاخر. كنتمنى تكون الصوره بحالكم البنات. غنديروا الروز اللي معطون هكذايا واحد السليفه، هذه الطريقه يعني غير ما بغاش يدير هكا غير يحط يحط، المهم هذه باش يجي داكشي متيول وخلاص. هنايا غادي نديرو الزو، هنايا البنات الخيزو، غادي نديرو البربة، نحاول نخلي واحد السباس ما بين البربة والخيزو، نمسحي بيداتي. غادي ندير البطاطا، سمعوا بنتي البنات شنو دايره حايحة. غادي نزيد البطاطا في الجهة الأخرى لأن بناتي البنات كيبغيو البطاطا، كنظن بين البنات الدراري الصغار كلشي كيبغي البطاطا. المهم هكدا غندير البطاطا باش يبان ليكم بزاف كيفاش غادي نجي. غادي ندير شي شويه هنا ديال القشر والحكوك هكذايا، وغندير هنا شي شويه ديال الزيتون هكذا. البنات راه كنطيح الزربه لان مغرب طرباز هانتوما، غادي نمسح هادشي مزيان باش يبان ليكم كيفاش جا هذا. غادي نديرو البيض، نقسمو واحد البيضة هكدا نديرها من هنا، وغادي نزين بالكاتشوب كتعطي واحد المذاق رائع البنات. المهم هذا هو الشكل ديال الشلاضة ديالي لهاد النهار، كنتمنى تعجبكم وتروحكم راه كتجي بنينه البنات. المهم بلاتي غنولي لكم هي العصير اللي خرجوا من الثلاجه كيفاش جاو هانتوما البنات. من بعد ما برد ليا العصير ديالي وكملت الطبيطلات ديالي ديال الشفاضه، هانتوما البنات بين اربعه في الدار، بنياتي انا جوج وزوج ديالي ها العصير ديالنا كيفاش كيجي اللون ديالو. البنات ها هو دار خرجنا هاد الكميه هكا قلت تقريبا جوج يترو ديال العصير، غادي نوريكم كيفاش جا. نحاول نخرج شويه، هذا هو العصير ديالي البنات، كنتمنى الصوره تكون واضحه، شفتوا العصير كيفاش كيجي. ما نقولكمش البنات راه كيجي منعش خاطر وبنين وفي نفس الوقت صحي. هذه هي الشليضه ديالي للفطور البنات، انتوما خلاص غنرافقها بمسائل اخرى بالطبع، وريني كنعتمد على بحال هكا خضيره كيكون هادشي صحي وبنين. هذا هو الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تروحكم وتنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك التعليقات، اللي ما عمرو ما دخل عندي القناه ودخل هذا النهار يدير لي ابوني ويضغط على زر الاشتراك، وباي باي عليكم بالصحه فطوركم وتبقاو على خير.